في هذه السلسلة بدأت الحديث عن تصنيف البكتيريا المهمة طبيا بناء على الجدار الخلوي، بعدها تحدثت عن صبغة الجرام، ثم فحص الكتاليز، ثم فحص الكواجليز، وأخيرا نوفوبيوسين سنسيتيفيتي تيست. جميع روابط هذه الفيديوهات راح تظهر تباعا خلال هذا الفيديو في أعلى الشاشة. أهلا بالجميع، أنا فايزة غلاب، منشئة محتوى هذه القناة. فكرة القناة أقوم بشرح الفحوصات المخبرية بشكل مبسط بما في ذلك التقنيات المستخدمة في إجراء هذه الفحوصات، مع بعض من النصائح في البحث العلمي. فإن كنتم من المهتمين فلا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس، واعطوني من وقتكم دقائق ويلا نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بهذا الشكل تعرفنا على الفحوصات المستخدمة عشان نشخص الستافيلوكوكس سبيشيس، توصلنا من خلال هذه الفحوصات إلى الستاف أورياس، الستاف إبيدرميديس، والستاف سابروفيتيكس. في فيديو اليوم راح أتكلم عن معلومات إضافية حول هذه الفحوصات اللي استخدمناها في تشخيص الستافيلوكوكس سبيشيس، والبداية راح تكون مع صبغة الجرام ستين. لكن في نقطة مهمة قبل صبغة الجرام ستين، هو إنه لابد أن نكون عارفين نوعية العينة أو المكان اللي أخذت منه العينة، لأن كل مكان لازم أنك تعرف إيش البوسيبل باثوجين المتواجدة في ذلك المكان، وأيضا المكان اللي أخذت منه العينة هل متواجدة فيه نورمال فلورا أو لا. فمعرفة نوعية العينة تعتبر خطوة مهمة في عملية التشخيص. أما بالنسبة لصبغة الجرام ستين، فبعد ما يكون في عندك جروث بتبدأ بصبغة الجرام ستين، عشان بناء على نتيجتها أنت بتحدد مسارك، هل بتروح على الجرام بوزيتيف أو الجرام نيجاتيف، الكوكاي أو الباسيلاي، بمعنى أنك تبدأ تحصر شغلك على نوع معين من البكتيريا. يعني على سبيل المثال، لو عملت صبغة الجرام ستين وطلعت جرام بوزيتيف كوكاي، هذا يعني أنك راح تنحصر في البكتيريا اللي هي تعتبر جرام بوزيتيف كوكاي، وتبدأ تمشي على الفحوصات الخاصة بتشخيص هذه البكتيريا. بالنسبة للأوساط الزراعية اللي بتنمو عليها الستافيلوكوكس سبيشيس، هي بتنمو على الأوساط الروتينية اللي هي الشوكولات أجار والبلاد أجار والماكونكي أجار. طيب الآن راح نتكلم عن بعض صفات الستاف سبيشيس على هذه الأوساط. بداية راح نبدأ في البلاد أجار. الستاف سبيشيس بتنمو على البلاد أجار، عادة ما تكون تظهر بالمستعمرات البيضاء، وممكن في بعض الاسترين للستاف أورياس تظهر باللون الذهبي، لذلك تسمى هي بالمكورات الرنقودية الذهبية. أيضا في ميزة أخرى، ممكن أن تعمل بيتا هيموليسيس على البلاد أجار، عشان كده بتلاقي إنه في كلير زون حول المستعمرات، وهذا يكون بسبب ظاهرة البيتا هيموليسيس. طبعا راح أحط هذه الصور بشكل أوضح على المنتدى في القناة. بالنسبة للشوكولات أجار، أيضا بتنمو الستاف سبيشيس على الشوكولات أجار. طيب نيجي نتكلم على الماكونكي أجار. بداية الماكونكي أجار هو في الأصل مخصص للجرام نيجاتيف باسيلاي، يعتبر سيلكتيف وديفرنشيال ميديا، لكن نحن لما توصل لنا العينة مش عارفين إيش نوع الباثوجين الموجود فيها، لذلك عادة نزرعها على الأوساط الروتينية في الأطباق الثلاثية على الشوكولات أجار والبلاد أجار والماكونكي أجار. بالنسبة لنمو الستاف على الماكونكي أجار، بيعتمد على حسب نوعية الماكونكي أجار اللي عندك. فإذا الماكونكي أجار يحتوي على كريستال فايلوت وبايل سولت، هذه المواد تعتبر سيلكتيف ايجنت، وبالتالي راح يحصل تثبيط لنمو الجرام بوزيتيف على طبق الماكونكي أجار، بما في ذلك الستافيلوكوكس سبيشيس. أما إذا كان الماكونكي أجار لا يحتوي على كريستال فايلوت وبايل سولت، فالستافيلوكوكس سبيشيس بتنمو عليه كما تلاحظون هنا، نمت على الماكونكي أجار لأن هذا نوع الماكونكي بدون كريستال فايلوت ولا بايل سولت. هذه النقطة ممكن نستفيد منها في أننا نستغني عن صبغة الجرامستين، بمعنى إذا كان في عندك نمو على الشوكولات أجار والبلاد أجار وحصل تثبيط للنمو على الماكونكي أجار، يبقى هي البكتيريا جرام بوزيتيف، وتروح على الخطوة اللي بعدها اللي هي الكاتالايز تيست. وفي كل الأحوال دائما إذا حصل لديك أي اشتباه، ممكن أنك تبدأ شغلك في صبغة الجرام ستين، ثم بعد ذلك تكمل في بقية الفحوصات بناء على نتيجة الصبغة. أما بالنسبة لألوان المستعمرات وأشكالها وقوام المستعمرات، هذه الأمور أنت بتاخذها مع الوقت، كلما اشتغلت أكثر كلما تمكنت أكثر. طيب الآن نروح على فحص الكاتالايز تيست. فحص الكاتالايز تحدثت عنه بشكل مفصل في فيديو منفصل، بإمكانكم العودة إلى ذلك الفيديو عبر الرابط الظاهر أمامكم في أعلى الشاشة. لكن المعلومة اللي حبيت أني أضيفها عن الكاتالايز تيست في هذا الفيديو، هو أن الكاتالايز ليس حصري على الستافيلوكوكس سبيشيس، بمعنى أنه في أنواع أخرى من البكتيريا تفرز إنزيم الكاتالايز، أيضا حتى أنه في بعض أنواع الفطريات بتمتلك إنزيم الكاتالايز. طيب الآن نذهب إلى الكواجليز تيست. عرفنا أن الكواجليز يستخدم للتفرقة ما بين ستاف أورياس اللي بتكون فيه بوزيتيف، وما بين الكواجليز نيجاتيف ستافيلوكوكاي مثل ستاف إبيدرميديس والسابروفيتيكس. لكن هناك بعض الفحوصات ممكن أن تحل محل الكواجليز تيست،
مثلا الدينيس تيست وأيضا مانيتول سالت أجار، سأتحدث عنهم إن شاء الله في فيديو منفصل، ورح نعمل مقارنة ما بينهم وما بين الكوغليس تيست. آخر بحث تكلمنا فيه كان عن النوفو بايوسين سنسيتيفيتي تيست، وخلصنا بأنه النوفو بايوسين سنسيتيفيتي تيست سنسيتيف في الستاف إبيدرميدس، ريزيستانت في الستاف سابروفيتيكس. المعلومة اللي نضيفها اليوم هو أن الستاف أوريس أيضا تعتبر سنسيتيف، وهذه النقطة راح نستفيد منها لما نيجي نتكلم عن المانيتول سالت أجر. إذا بهذا الشكل أضع بين أيديكم هذه الإسكيم اللي نستخدمها في تشخيص الستاف اللوكوكس سبيشيز، من خلالها وصلنا إلى الستاف أوريس والستاف إبيدرميدس والستاف سابروفيتيكس. ألقاكم على خير في فيديو الأسبوع القادم. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات ومشاركة الفيديو. هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.